يعطيك العافيه. امور مدام غرفه المريضه نايمين. لا تزعلي، اكيد رح يتجوزوا بالحلقه اللي جايه. لا تخافي. ما بعرف بس اخذ الدواء، يعني انت حار لازم تكون اجت. يلا شرف شرف تفضل. مرحبا مدام. السلام عليكم. اهلا اهلا. ليك اعملي لنا شوية ماسة خيارة جزرة شرحة بندورة، يعني فرجيهم للشباب انه انا عندي مرة ست بيت. طبعا ولو. يلا تفضلوا شباب. تفضلي تفضلي تفضلي. يلا شباب تفضلوا. شوف ليك من المسلسلات اللي بتفرجوا عليها. شوف شوف. ها ان شاء الله كله رح. طول بالك هات لنشوف. هيدا هو ميسي. لك يسعد هالمسا. هيدا هو. هلا فرجي. 3-0. لابسين ابيض. لابسين ابيض. اسمنت اسيوط. معقول ده؟ هلا هي ضربة جزاء. هاي الله يعينكم عليها. شو عم تنبوها الهبي؟ لك شو ما في حدا بهالبيت؟ مين بده يشوف؟ فضية الصحون جرستونا فضحتونا قدام الشباب. سيد الرياض عندك شيء؟ اخي ما في شيء. لا والله كتر خيرك يعني، بس حضرتك ست البيت. عمي انا بقول انت ما بتتحرك. خليك قوم شوف ايدك شو بده. لك ما بدي حدا يقوم، انا بس بدي اعرف انه هيدا البيت فيه سيدة منزل ولا سيبه فلتان؟ مين بده يشوف؟ لك ما انا شاب شاب شاب. رحجل ما بعرف اذا بزعل بنبسط، ما بعرف ليش عم يتصرف معي هيك كأني شي حشره. المهم ما لازم تسكت على هذا الموضوع لانه بيستمر للابد. لازم تضلي رافعه راسك وكرامتك محفوظه قدام العالم. بعدين عن جد بتوع عليكي قدام بناتك وقدام الناس. لك معك حق، بس ما فيني اعيط عليه واطلع فيه بالعالي. ترجيته ليرجع على البيت، بس ما اجى ببالي انه اذا رجع على البيت رح يتصرف معي هيك. لك شو هالخدمه اللي سكت بهالبيت؟ الساعة الماذا بدل الساعة؟ ليش عم يرفعوا؟ كت كت فاس. لا 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 أيوة أيوة أيوة. شفت الزحفز؟ شفت الزحفز؟ وقع لحاله وقع لحاله. انت لعيب لعيب في عنده فريقك. خليك هلا بتشوف شو بده يعمل. شوف شوف بك بعد اني مش انت. هلا خلينا نشوف الجول. بدي فرجيك الجول. شوف قلب عليك. حلوه حلوه حلوه.